المحامين ديالنا تبارك الله عليهم عاملين واحد المجهود جبار. كنمر المحامي ديك الشخص ديك الشركه راه خرج كيبكي منها. مادام كاين الرجال ما معصبينش. انا تتاثر تجنبكي والله. اش من هذه الدوله اللي ما حميناش؟ هاد الشاب الزين وغيره 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 غادي تعطون المخدرات والسرقه، لان حتى البيت اللي كان كينعس فيه ها هو مهدد. انا سيدي انت الى الحومات كناك ويبيعوا لك الارض ديالك بالموضه وانت ما تشوف حتى شيء. الله يودي. لا بغاو يخرجونا قلتها 100 فوا، يجيو بالرشاشات يقتلونا. ملي يشوف باباه دابا مدمر وكيبكي شنو يعمل؟ خالب با ويما دا ديني الدين 10 سنين ديني الديني وشي سنه ديني الديني. لا ان شاء الله باذن الله السميع العليم 20 في الشهر غادي نتفاجئوا فيهم بالتزوير ديك الشركه الظالمه. القاهره غادي تصفرش يعني امام المغرب علانيه عند التزوير، يعني كل اي ادله عند سعاده المحامي كنوجه لهم الشكر. يعني من هذا المنبر هذا راه عندهم التزوير، الامور الحمد لله واضحه وكنوجهوا يعني الثقه ديالنا في القضاء. واليوم كان رئيس المحكمه بيد يعني متبع القضيه هذه ان شاء الله راه ينصفنا القضاء اخر ان شاء الله. نطلب الله عز وجل تكون اخر جلسه يعني يوم 20 في الشهر معنا، يعني الامور نقدر نقول 80% يعني صالح ديالنا باش نكون واقعين. والاخوه اللي كيتكلموا راه المحامي ديك الشخص ديك الشركه راه خرج كيبكي منها، يعني خرج كيبكي من حدا القضاء. اشريفه استنى شوف انا هذا باش لقوتها السكنه الخيط عرفت الفنار دا قبل الفجر يدي وانا نخيط باش هكا ندير السكنه وحنا شاريين. هذا الظلم هذا شمن هذه الدوله اللي ما تحميناش؟ شكون ماشي يحمي الدوله ديالو؟ شكون ماشي يحمي الرئيس حتى واحد؟ شنو دات في الجلسه؟ الجلسه زعما نهار 20 ماشوكو الحضور وهذا دار دابا الوقفه مع الحومه الاساتذه الحومه دافعوا فوق الغايه يعني متفائلين. الله يودي الله يودي شنو خاص من الناس يجوا؟ من فوقاش انت اللي ساكن الحومه؟ من فوقاش انا خسر من 60 سنه وانا بان ابن معاد قال حنا ماشي نقولوا ديالو ياه. شوف حنا ماشي نقولوا ديالو ياه. انا سيدي انت الى الحومات كناك ويبيعوا لك الارض ديالك بالموضه وانت ما تشوف حتى شيء. الله يودي زعما كنت باقي في عالم الذره. جا زمور ادم وقيت انت وهذا هذه باينه هذه. شفتك في الجلسه لداخل وانت شويه معصب. لا معصبين شي مزيان الحمد لله. مادام كاين الرجال ما معصبينش. الجلسه كيفاش داخل؟ لا الجلسه جات شويه مزيانه وكاين الدفاع ديال اللي على السكينه الناس الشباب مزيانين وكيدافعوا على السكينه بصامت الى اخره وفيهم واحد الحرقه وفيهم واحد الحماس. وحنا عندنا الثقه في السادة القضاة وهاد المحامون اللي كيدافعوا لينا حتى هما عندنا فيهم الثقه ولله رجال. انا تتاثر تجنبكي والله. علاش كيجيك بكي؟ نعم وحنا في الديور ديالنا ما جايين يخلعونا والله العادي. ما بقينا ما تنعس ما كيجيناش كتخايل جراو عليك صافي. كان ما يقدروش يجروا علينا. حنا الساكنه قويه انوضوا كاملين ديك الساعه. دابا الى جاو لنا انوضوا كاملين. النص غادي يموت والنص غادي يعيش. ما عندنا فين نمشي. حنا ما عندنا فين نمشي. ولكن شفتك متاثر وكتبكي. وانا كنبكي بباب المحكمه كنت كنبكي بباب المحكمه كنت كنبكي. انا تاثرت. شحال عندك الوليد؟ عندي جوج جويجات. شحال انت ساكن في الحومه الشوك؟ انا 51 عام. 51 عام. ما بقينا نعسو ما بقينا نشربو ما بقينا حتى حاجه. وخايفانين على اولادنا يموتوا في الحمام جاك. اولادنا معصبين عيب الله. حنا ما كنا نبنيو ما كان نتحدى ما كان خرجتي لهاد الدوله. دخلنا تخدى وقدى والله يعاونكم وكيطلع وكيهبط المخدم والقايد وعيبوا حد المسؤولين. وهذا الشيء اللي عليا ربي يخلصهم. عذبونا في القايله وشمشونا سمحوا وسمحنا في ولادنا بلا قرايه وبلا غدا وحنا والرجال بلا خدمه وحنا جالسين هنايا في الباب ديال المحكمه. الدعوه بهن الله الدعوه بهن الله حسبي الله ونعم الوكيل. دابا انا شفت تبارك الله المحامون ديالنا ما شاء الله عليهم والقضاة ديالنا. عندنا الامل في الله سبحانه وتعالى وفي القدس ديالنا وفي المحامين ديالنا تبارك الله عليهم عاملين واحد المجهود
جبار، وحنا الشعر ديالنا الله الوطن الملك. السكان شكون غيعالجهم؟ خصهم طبيب نفسي، وراه معذبين عباد الله. الناس صدقوا غادي يتشردوا، انا ما تيقاش ما يقدر يخرجني حتى واحد من داري. لا بغاو يخرجونا قلتها 100 فوا، يجيو بالرشاشات يقتلونا. لا انا جاني القوه كانت عند المحامون ديالنا ما شاء الله عليهم. يعني انا كان قلبي كيضرب فعلا، انا الطونسيو طلع لي والسكر طلع لي. شكون غاد المحامون ديالنا ما شاء الله، وكان تصفيق عليهم وتعيش العدالة ويعيش القضاء ديالنا المغربي. لا لا بابا بابا، نماي هو طيح، نماي نماي هو طيح. الدواء فين درهم الدواء؟ هاد الشباب هذا دابا، هاد الولد بحاله فين تعطاو دابا؟ عايز تعطاو من الحشيش والمخدر والسرقة. هاد الشباب، هاد الشاب الزين وغيره وغيره وغيره، غادي تعطاو المخدرات والسرقة، لأن حتى البيت اللي كان كينعس فيه ها هو مهدد. يعني هاد الشاب غادي تعطى للفساد وغادي يضيع، ماشي غير هو، الالاف ديال الشباب اللي حاومه تشوف هذا السبب كيتعصب. ملي يشوف بابا دابا مدمر وكيبكي شنو غيعمل؟ حنا البطاله لا علاج في المستشفيات، لا تعليم، زادوا السكن ديالنا غادي يضيع. هاد الشباب شكون ينقدو؟ كيموت في البحار بالاهمال المسؤولين ديالنا. كمل الحبيب. شوف خالب باوي ما ادى ديني ديني 10 سنين ديني ديني وشي سنه ديني ديني. لاش بابا ما هو طيح هنايا؟ لاش با طيح؟ لاش انا بابا عزيز بابا، يما يما الشامع ربي، يما الحما، يما انا الحما الحما مع ربي. انا شنو اسي اسي محمد الساس. شوف شوف توش اسو شوف الشعب اسي اسي الشعب لا واو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.